رحمته من الآن والأبد أمين. أقرأ لأجل تعلمنا المزمور رقم 37، هاخد منه فقرة الأولى، هو 40 آية، هاخد 11 آية في الأول، وهخليه ما دار تأملنا لعدة أسابيع في وصايا كثيرة متعددة ممكن تفيدنا، ونسميها تحت عنوان دروس في الحكمة. داود النبي بيقدم لنا مجموعة دروس في الحكمة. لا تغر من الأشرار ولا تحسد عمال الإثم، فإنهم مثل الحشيش سريعا يقطعون، ومثل العشب الأخضر يزبلون. اتكل على الرب وافعل الخير، اسكن الأرض ورع الأمانة، تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك، سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري، ويخرج مثل النور برك وحقق مثل الظهيرة. انتظر الرب واصبر له، ولا تغر من الذي ينجح في طريقه، من الرجل المجري مكايد. كف عن الغضب واترك السخط، ولا تغر لفعل الشر، لأن عاملي الشر يقطعون. والذين ينتظرون الرب هم يرثون الأرض، بعد قليل لا يكون الشرير، تطلعوا في مكانه فلا يكون، أما الودعاء فيرثون الأرض ويتلذذون في كثرة السلامة. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا، أمين. قبل ما ابتدي وياكم تأملنا في هذه الليلة، بنتذكر بالخير رحيل مثلث الرحمات نيافة الأنبا بطرس أسقف شبين الأناطر، اللي رحل عننا منذ يومين، وكان أسقفا مباركا وأمينا ووديعا ومخلصا، وله في الرهبنة أكثر من 44 سنة، وفي الأسقفية 12 سنة في منطقة شبين الأناطر، وخدم فيها بكل أمانة في هذه المنطقة التي تحتاج إلى خدمات كثيرة، والتزم بإبرشيته، فكان نادرا ما يبعد عنها لأي أسباب قليلة ومؤقتة. والحقيقة هو لما كان راهب في الدير خدم المتنيح نيافة الأنبا ماكسيموس مطران بنها السابق، أو مطران القليوبية على الأصح، مطران القليوبية السابق، وخدمه في دير مريمينا وقت طويل، وأخذ من روحه وتطبع بطباعه، والحقيقة كنا نجد فيه صورة من المتنيح مطران القليوبية الأنبا ماكسيموس. أنبا بطرس إنسان فاضل، والحقيقة امتاز بوداعته وهدوءه وصمته وعمله الهادئ، ونشأ في أسرة طيبة، أسرة محبة للمسيح، وفي هذه الأسرة أنجب أبناء وبنات أحباء وخدموا كل واحد في مجاله، وكان من بينهم المتنيح الأنبا كيرولوس مطران ميلانو والنائب البابوي لأوروبا، والتنيح من 4 سنوات، وأيضا منهم النحات العالمي صبري ناشد، وكان يعمل أيضا في جريدة الأهرام. والإخوة الأحباء والأخوات في أسرة مباركة ربت أبنائها في خوف، وطبعا زي ما أنتم عارفين أن أسرة يطلع منها 2 من الأباء لساقفة، ده يدي علامة كبيرة كيف كانت هذه الأسرة. بنتذكره بالخير وبنطلب صلواته وتشفعاته من أجلنا ومن أجل الكنيسة، وبنعزي أسرته وبنعزي إبرشيته وبنعزي الأباء الكهنة، وطبعا كلنا كأعضاء في المجمع المقدس، كل الأباء المطارنة، كل الأباء الأساقفة، ودعناه يوم الاثنين الماضي، ونحمل له جميعا ذكرى طيبة وذكرى الصديق تدوم إلى الأبد.
كمان أحب أقول إن إحنا انتهينا برضو يوم الاثنين اللي فات من ملتقى لوجوس لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. الملتقى ده هو صورة من صور الخدمة في قطاعات الشباب، والملتقى ده هو ابتدى يوم عيد العذراء واستمر بفعاليات متعددة وأنشطة كثيرة، وهو الحقيقة خدم 200 شاب وشابة مختارين من خلال الإبرشيات على مستوى كل إبرشيات مصر في الداخل، على اعتبار أن احنا عملنا الملتقى ده منذ 3 سنوات لإبرشياتنا في خارج مصر، وكان في ملتقى آخر لشباب من كنائسنا في الخارج في المهجر في سنة 2018. والحقيقة الملتقيات ده هي بتقدم صورة جديدة في خدمة الشباب، ليس فقط بالتعليم أو بالكلام أو بالمحاضرات، ولكن بأنشطة متعددة، يمكن من أبرزها وجود نماذج مصرية ناجحة تيجي وتتكلم عن نجاحها وعلى مشوار حياتها. وبعض هذه النماذج نماذج شابة، فبتبقى ملهمة بالنسبة للشباب بصفة عامة. ملتقى الشباب أو ملتقى لوجوس باسم المقر في المقر البابا وفدير أنباب شوي، الملتقى ده هو خدم الشباب على مدار 8 أيام وقام بفعاليات كتيرة، مش في نفس المكان بس، لكن خرجوا أكثر من مرة بأنشطة روحية كنسية ثقافية وطنية وفنية وأنشطة شبابية، وضمت زي باكج كده من نوعيات كتيرة بحيث يكون لها التأثير وتكون النتيجة النهائية إن الشاب أو الشابة يصير سفير للفرح. والفرح ده هو زي ما احنا عارفين هو بيبين مقدار نجاح الإنسان وشخصية الإنسان في حياته، سواء في عمله، في دراسته، في أسرته، في خدمته، في كنيسته، في سفره، في أي شيء، إزاي يكون إنسان مفرح. وده كان هدف رئيسي في الملتقى. نشكر ربنا تم الملتقى، وحضر فيه أعداد من الأباء المطرنة والأباء الأسافة والأباء الكهنة طبعا، وتم في أكثر من مكان، ونتائجه نشكر ربنا مؤثرة في الشباب بصورة طيبة. والملتقى ينضم إلى كل أنشطة الشباب اللي بتتم في كل كنائسنا وفي كل إبرشياتنا، باعتبار أن قطاع الشباب يحتاج إلى خدمات كثيرة جدا. طبعا عدد 200 شاب عدد محدود بالنسبة لأعداد شبابنا، ربنا يبارك، لكن هي إمكانيات المكان اللي بيستقبلهم وبيستضيفهم، هي الإمكانيات دي هي المحدودة، وبنعتمد على تقديم الخدمة الجيدة والخدمة المؤثرة وتكون نتيجتها نتيجة طيب. نشكر الله وبنصلي من أجل ملتقيات في المستقبل تكون لشبابنا أيضا من الخارج، وربما ننوع في نوعيات الخدمة بصورة عامة. أحب أتأمل وياكم في هذا المزمور، مزمور 37. المزمور ده الحقيقة له يعني صفات معينة بيسموه هو أدب الحكمة، أو بيسموه خزانة الحكمة، خزانة الحكمة، وممكن نسميه دروس أولية في تعليم الحكمة، إزاي الإنسان يتعلم الحكمة، حكمة الحياة. وعشان كده أنا بعتبر المزمور ده هو أنه مزمور للحياة، لحياة الإنسان. هو مكون من 40 آية، والأربعين آية دول الحقيقة شاملين حاجات كتيرة جدا في يعني مراحل حياة الإنسان، وبيتكلم على هو الإنسان هو صغير وهو كبير وهو شايب متقدم في الأيام، وبيتكلم على المشكلة الرئيسية التي تشغل بال الإنسان في كل الزمان. إيه المشكلة ده هي؟ المشكلة ده هي بتدور حوالين ما هو الفرق بين الأبرار والأشرار؟ ليه يا رب بنلاقي في أشرار ناجحين وفي أبرار متألمين؟
ودي مشكلة يواجهها الإنسان عبر الزمان. يعني هي مش مشكلة مرحلة معينة أو زمن معين أو سنين معينة، إنسان ممكن يواجهها في أي وقت. حتى داود النبي نفسه اللي كتب المزمور من ضيقاته في يوم من الأيام وقف قدام ربنا وقال له إلى متى يا رب تنساني؟ تنساني، لأنه كان يعاني من ألمات شديدة. رغم أن داود إنسان بر، ورغم أنه قال عن نفسه أما أنا فصلاه، ورغم أنه فتشت عن قلب داود فوجدته حسب قلبي، ربنا يقول عليه كده ويشهد له، ورغم أن احنا بناخد جزء من مزاميره دايما قبل قراءة العهد الجديد، فصول القداس المقدس ناخد جزء من المزامير ليمثل العهد القديم كله، فكأن داود بيمثل العهد القديم كله، وناخد من كتاباته جزء نقراه قبل قراءة الإنجيل. القضية قضية تشغل الإنسان، ليه يا رب في أشرار وفي أبرار؟ ليه يا رب أحيانا نلاقي الأشرار متنعمين ونلاقي الأبرار متألمين؟ وهو بيحاول يقدم فلسفة الحياة ورؤية الله لهذا الأمر. عايزك تعرف أن المزمور ده هو كأنه قصيدة، قصيدة حكمة موجهة إلى الإنسان، وفي عبارات كتيرة من هذا المزمور مذكورة في سفر الأمثال، فهو ممتلئ بالحكمة زي سفر الأمثال. والمزمور ده بيدور دايما على الفارق بين النجاح القصير للأشرار وبين معونة الله المستمرة أو المستديمة للأبرار، وبيحاول يدخلنا في نقطة فلسفية. وطبعا كلمة فلسفي زي ما احنا عارفين انه انسان محب للحكمة، وبيشرح لنا هنا المزمور شرح عن ماهية العدالة الإلهية، يعني العدل الإلهي في هذه الحياة. ودي قضايا كبيرة جدا وممكن تشغل محاضرات كتيرة، لكن احنا بناخد فقط الجانب الروحي، الجانب الروحي اللي يمس حياتنا كلنا في أيام عمرنا. المزمور ده هو الحقيقة كتير يتكلموا طب نسميه ايه؟ كتير من المفسرين يقول لك طب المزمور ده نسميه ايه؟ فبعض التسميات، بعض الناس سموه مرآة العناية الإلهية، يعني كأنها مراية ببص فيها كده وشوف كيف يعطينا الله بالإنسان. وعايز أقول لك أن من الحاجات الحلوة وانت بتدرس الكتاب المقدس أو بتقرأ فيه أنك تبحث عن مواضع عناية الله بالإنسان، وتاخد رحلة كده من سفر التكوين لغاية سفر الرؤية وتشوف عناية الله بالإنسان مظاهرها وأشكالها وصورها العديدة والمتعددة. ده عنوان مرآة العناية الإلهية. عنوان تاني قال لك هذا المزمور دواء ضد التذمر. احنا ناس كتيرة فينا يبقى الوضع مش عاجبه، اي وضع، وضع نفسه، وضع دراسته، وضع بيته، وضع أسرته، وضع مجتمعه، فيبقى الإنسان متذمر. والتذمر ده طبعا يعني صفة إنسانية متعبة وبتاخد أشكال كتيرة خالص. فالأباء اللي فسروا الكتاب المقدس اعتبروا المزمور ده هو كأنه دواء أو عقار ضد التذمر، يعني الإنسان المتذمر يقرأ المزمور ده هو أكثر من مرة ويعيش فيه. ناس تالتة خدوا تعبير من سفر الرؤية، باعتبار سفر الرؤية آخر الأسفار، وخدوا منه آية وأطلقوها على هذا المزمور: هنا صبر القديسين، هنا صبر القديسين. وبدأ اسم للمزمور صبر القديسين. طبعا قبل ما ادخل في المزمور او يعني نتكلم فيه، كلنا عارفين ان الصبر بصبركم تقتنون انفسكم، فالصبر هو الوسيلة اللي الانسان يستطيع ان يقتني نفسه بيها. يعني الصبر ده وسيلة وفضيلة وحياة يقتني بها الإنسان نفسه، بدل ما نفسه تضيع
في الزمن وفي الحياة. المزمور بيعتمد على كأنه بيعمل مقارنة ما بين سعادة الأشرار الوقتية وما بين مكافأة الأبرار الدائمة أو المستدامة. ونفس القضية ده هي بنلاقيها مثلا في سفر الجامعة، بنلاقيها في سفر أيوب، ده سفر أيوب كله بيتكلم في الموضوع ده. لكن عايزك تعرف إن هذا المزمور ليس ترنيمة ولا هو مرثية، يعني ما هوش مجرد كلام مفرح ولا كلام محزن أو كلام ألم. هو المزمور ده هو عبارة عن حكمة. عايز تتعلم الحكمة في حياتك؟ طبعا الحكمة دي الواحد مش بتعلمها في يوم ولا في سنة، نتعلمها على مدار الحياة. ومن الأمثلة اللي احنا عارفينها في مجتمعنا المصري يقول لك اللي ما ربهوش أبوه وأمه تربيه الأيام، أصل الأيام مدرسة، ومن خلال هذه المدرسة ممكن الإنسان إذا أراد أن يعتبر بدروس هذه المدرسة أو دروس الحكمة بصفة عامة. مدخلنا للمزمور أن داود النبي عايز يقول لك حط ثقتك في ربنا، اوعى ثقتك في ربنا تهتز لأي سبب أو في أي ظرف أو أمام أي مشكلة. حط ثقتك التامة والكاملة في شخص الله اللي احنا بنسميه في صلواتنا ونقول ضابط الكل، أن الله ضابط الكل. أن الله ضابط الكل، هو يضبط كل شيء، يضبط الحياة، الحياة ماشية مضبوطة، مفيش أمور كده متسابة أو في فوضوية في الحياة، لا يوجد هذا. وعايز أقول لك أن ثقتك الكاملة أو التامة في شخص الله أنه يقود حياتك مهما كان قدامك ما يفعله الأشرار، مهما كان. أوعى تعرف أو تحس أو تفكر أن في حاجة بعيدة عن إيد ربنا أو بعيدة عن سماحه، مفيش حاجة، مفيش حد يقدر يعمل حاجة بعيدة عن الله أبدا، حتى الأشرار. وإن كان الله يعطي فرصة للأشرار، يمكن أفكركم بمثل الحنطة والزوان. الحنطة نبات وطعام بنأكله زي القمح أو القمح هو، لكن الزوان نبات شبيه بالقمح ولكنه لا يؤكل وربما يكون ضار أو سام. فلما زرع الحنطة صاحب الحقل وجم اللي بيشتغلوا في الحقل قالوا له ده احنا لقينا حنطة ولقينا زوان. إنسان عدو جه زرع الزوان، نروح نقلع الزوان نشيله من الحقل ولسه النبات بينمو؟ فكان إجابة صاحب الحقل دعهما ينميان معا، دعهما ينميان معا، الحنطة والزوان، الأبرار والأشرار، خليهم يكبروا يا بعض. ليه؟ علشان لو جه ينزعوا هو صغيرين يختلط على الناس اللي هتشيل الزوان، يختلط عليها أو يصعب عليها التفريق ما بين الزوان وما بين الحنطة. في نفس الوقت في المعنى الروحي إن الله يعطي فرصة للأشرار، يديهم فرصة إنه ربما يتوب النهاردة، ربما يتوب بكرة، ربما يتوب بعده، ربما يحسن سلوكه، فرصة. وهذه هي ما نسميه فرصة العمر. فالعمر الله يعطيه لنا كفرصة، فرصة لحياة الواحد إنه كان وحش يتوب. وده اللي بتشوفه في أمثلة كتيرة، يعني تعالى كده وياي مثلا أغسطينوس، ده إنسان عاش في الشر كتير خالص وبعد، وكان يعني شايف نفسه إنه هو متميز أو ما فيش زي، هو كان زي محامي أو خطيب ناجح في الخطابة وصاحب لسان بليغ. طب وبعدين؟ فربنا فضل يديله فرصة وفرصة 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 لغاية ما في يوم ابتدى يقع في إيده كتابات القديس أثناسيوس المنفي في أوروبا عن القديس أنطونيوس أب جميع الرهبان.
وفي يوم تاني يخش في ميلانو لكاتدرائية ميلانو الكبيرة ويستمع إلى عظات أسقفها القديس أمبروسيوس. وبعدين يتذكر وهو صغير إن أمه كانت بتصلي بالدموع. فالثلاثة دول يجمعوا ويا بعض، سيرة أنطونيوس وعظات أمبروسيوس ودموع أم مونيكا، الثلاثة يجمعوا ويا بعض ويبتدوا يحركوا قلبه نحو التوب فيتوب ونسميه شفيع التائبين. وكنا بنحتفل بعيد نياحته يوم 28 أغسطس من يومين ثلاثة، ويتوب ويصير القديس أغسطينوس ويأول إنسان يكتب لنا اعترافاته كتابة، ويبقى عندنا كتاب اسمه اعترافات أغسطينوس. الله أعطاه فرصة. مريم المصرية مثال مماثل، القديس بولس الرسول نفسه مثال، لأنه عاش بعيد عن ربنا بعيد عن المسيح وقت طويل جدا تقريبا نص عمر ورجع في النص الثاني. فدي صورة مهمة جدا بتخلي الإنسان أن الله يعطي فرصة. حط ثقتك في الله كاملا وتأكد من فشل الأشرار في نهاية المطاف. تأكد مفيش شرير هينجح خالص، ودايما مصير الأشرار هو الهلاك والبوار، وتعب الصديق هو وقتي، وعقاب الشرير هو أبدي. المزمور ده هو فيه يعني تفسير لطيف قوي، ان هو مكتوب بيسموه احد المزامير الأبجدية، طبعا مكتوب باللغة العبرية، احد المزامير الأبجدية، يعني كل ايتين منه بيبتدوا بحرف من حروف الأبجدية العبرية. ومزامير الأبجدية دي معروفة يعني زي مزمور 9 ومزمور 25 ومزمور 34، مزامير أبجدية. عايزك تعتبر ان هذا المزمور بالذات لما تقراه، والمزمور ده هيحتاج وقت كتير لقرايته، يعني يحتاج او بصورة ادق يحتاج مرات كتيرة لقرايته. هو كلمات مشجعة في ازمنة الضيق، او هو كلمات مشجعة في رحلة الحياة بصفة عامة. ولما تقراه اقراه كده بروية. وأنا أعتقد أن القديس داود النبي لما كتبه ما كتبوش مرة واحدة، هو كتبه عبارات عبارات، وزي ما هنلاحظ في تأملاتنا إذا أراد ربنا وعشنا في الأسابيع الجاية. بس الحاجة الجميلة أن المزمور ده رقم 37 لكن له علاقة بالمزمور 73، وأنا هقرأ لك فقرة كده من مزمور 73 اللي هو مش محور تأملنا، لكن يعني في علاقة تبادلية، والرقمين طبعا زي بعض، احنا بنتأمل في 37 لكن له علاقة ب 73. يقول لك ايه؟ وانا بليد ولا اعرف، صرت كبهيم عندك ولكني دائما معك، امسكت بيدي اليمنى برأيك تهديني، وبعد الى مجد تأخذني، من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا على الأرض. بيتكلم في المزمور 73 بصيغة مشابهة للي ذكره في مزمور 37. والحاجة بقى اللي يعني تربط ما بين ده وده، زي ما قلت لك في معرض الكلام، سفر أمثال. سفر أمثال ده واخد المواضيع على اتساع شوية، لكن أنا أختار لك آية مهمة جدا في سفر الأمثال، أمثال 24-26، آية من ثلاث كلمات. يقول لك كده: فم الأشرار أكاذيب، فم الأشرار أكاذيب، بتحديد خالص من سفر الأمثال. لكن من الحاجات المهمة واللي لازم نعرفها ان المزمور ده هو جت فيه كلمة الشرير 14 مرة في مزمور واحد، لان هي دي القضية. القضية ان هو الانسان بيشوف نجاح الشر، النجاح المؤقت او نجاح الشرير المؤقت.
تعال ندخل في المزمور. أنا هاخد وياك العدد الأول والعدد الثاني اللي هم يعتبروا مدخل لهذا المزمور. يقول كده: لا تغر من الأشرار، ما تغرش، لا تحسد عمال الاسم، فإنهم مثل الحشيش سريعا يقطعون، ومثل العشب الأخضر يزبلون. ده مدخل للقضية أو مقدمة للقضية. وكلمة لا تغر هنا كلمة اتكررت 3 مرات. ما تغرش، أصل الغيرة دي هنكلم عليها شوية دلوقتي. ما تغرش، لا تغر من الأشرار، لا تحسد عمال الاسم، عمال يعني فاعل الاسم، فإنهم مثل الحشيش، الحشيش اللي هو الأخضر اللي على الأرض، سريعا يقطعون، ومثل العشب الأخضر، أحيانا العشب اللي بنشوفه في الطرقات وإحنا ماشيين، يقطعون أو يزبلون. هو بيقدم لنا تشبيه زي ما تقول تشبيه كده مريح لقارئ المزمور. بيقول له الشرير ده عامل زي الحشيشة الخضراء اللي بتبقى في الأرض. يعني إيه؟ أصل الحشيشة الأخضر دي سطحية على سطح الأرض، دي مجرد حاجة طلعت كده، وفي نفس الوقت كأنها بلا قيمة، ملهاش قيمة خالص. وبعدين ده احنا أحيانا لما الدنيا تمطر شوية تلاقي الحشيش ده يطلع في حتت كتيرة من غير أي معنى. وبعدين الحاجة التانية إن الحشيش ده ملوش جذور، مفيش جذور أرضية، ملوش عمق، هيتساند على إيه؟ حتى الحشيش ده احنا دايما نمشي عليه وندوس عليه، وكمان لما تظهر الشمس عليه يتحرق. وهنا لما يقول لك منهم مثل الحشيش سيقطعون ومثل العشب الاخضر يزبلون، بعد ايام قليله كل سنه وانتم طيبين. قارن بين الاشرار والابرار، قارن بين الحشيش الاخضر اللي على الارض، ده شرح الكتاب، وبين النخل الكبير أو أرز لبنان. عشان كده في الجزء الأول في الآيات الأولى من المزمور ده يقول لك ما تغرش، يقول لك مثلا هنا لا تغر من الأشرار، ويجي مرة تانية يقول لك لا تغر من الذي ينجح في طريقه، من الرجل المجري مكايد، واحد عمال يعمل مكايد على طول، ما تغرش منه. ومرة تالتة يقول لك لا تغر لفعل الشر، لأن عاملي الشر يقطعون. ده تقرير الكتاب، وده شرح الكتاب اللي بيقدمه قدامنا. عايز يقول لنا ايه؟ عايز يقول لنا لا تتذمر لنجاح الاشرار. بنشوف اشرار شكلهم ناجحين، زي الزوان اللي قلت لك عليه، عمال يكبر بلا غيره ولا حسد. وهكلمك عن النقطه دي دلوقتي. ليه؟ لان اعرف ان نهايتهم او خرابهم وشيك، خلاص. يمكن أقول لك مرة بيشرحوا المثل ده، بيشرحوا أو التعبير ده بيشرحوا بطريقة لطيفة، زي اللي بيجيب حيوان ويربيه عشان يذبحه. هو بيربيه ويسمنه ويكبره خالص، لكن نهايته الذبح، خدت بالك؟ في حين مثلا ممكن حيوانات أخرى شخص ياخدها ويربيها ويجدها يستخدمها في الحراسة، يستخدمها في أي عمل آخر. لكن هي نجاح الأشرار ده عامل زي اللي بيسمن حيوان وبيسيبه، لكن النتيجة بتاعته إنه ينتهي. النجاح الخارجي نجاح زائل ونجاح شكلي ومؤقت وإلى لحظة. في سفر الأمثال يقول لنا آيات مماثلة، يعني مثلا يقول لنا لا تغر من الأشرار ولا تحسد الأثمة الذين يفعلون الإثم، مماثلة في أمثال 3:13. ومرة تانية في أمثال 24 يقول إيه؟ لا تحسد أهل الشر ولا تشتهي أن تكون معهم. أوعى تشوف إنسان شرير وأصنع الشر أو الخطية وتقول يا ريتني مكانه، يا ريتك ايه ده، نهايته خلاص،
ده نهايته في التراب. ومرة تانية بقى في العهد الجديد يقول كل من يفعل الخطية يفعل التعدي أيضا، التعدي زي عاملي الشر أو عاملي الإسم. خد بالك، اوعى يخش الفكر الرديء ده جواك، اوعى انك توصل لدرجة المراحل الغلط بقى. أول مرحلة هي مرحلة الحسد، لا تحسد عمال الإسم. يعني واحد حرامي وياه قروش تحسده على ايه؟ عشان بقى غني؟ ايه تحسده في ايه؟ نمرة واحد. نمرة اتنين، خد بالك ان الحسد ده هيولد عندك غيرة، والغيرة ده هي اللي هي شكل من اشكال الغيظ، بس الغيظ المكتوم جواك. طب وبعد كده الغيرة هتولد عندك الغضب والتذمر وانك مش قابل الامور. يقول كده في عدد 8، كف عن الغضب واترك السخط. كف عن الغضب، يعني عندك حسد فغيرة فغضب، مراحل جواك كده يبقى فيه الحسد او فيه المقارنة او متأثر بنجاح الاشرار، وبعد كده بتوصل لدرجة الغيرة والغيظ، هو ده عنده وانا ما عنديش، ده بيعمل وانا ما بعملش، ده بيجيب وانا ما بجيبش، ويحصل نوع من الغيرة الداخلية جواك، والغيرة ده هي تتولد يوم ورا يوم الى ان تتحول الى غضب، والغضب ممكن يوصل الى خطايا كثيرة جدا، هي سلسلة من الخطايا. انتبه، انتبه لنفسك. لكن يقول كمان ان كلمة الحشيش هنا، فإنهم مثل الحشيش سريعا يقطعون، ومثل العشب الأخضر. الحشيش والعشب الأخضر دي أولا كناية عن العمر القصير، نجاح الأشرار قصير مهما كان. وبنسمع كل فترة كده نسمع عن شخص كان اسمه لامع وفي كل مكان ورايح وجاي، ومرة واحدة راحت الأمور دي كلها شر. فكناية عن العمر القصير. كمان الحشيش والعشب الأخضر كناية عن تفاهة الجدوى، شيء تافه. الحشيش ده يعمل ايه؟ واحد يقولك انا هروح ازرع حشيش، الحشيش الأخضر اللي هو بيحطوه في الأرض، طب يعمل بيه ايه؟ استخدامه محدود خالص، لدرجة ان احنا بنسمع انه احيانا يعملوا انواع من السجاد او الموكيت زي شكل الحشيش الأخضر، حاجة صناعية يعني، اهو ما تحتاجش مية وهي مفرودة وخلاص، يعني يتقلد. لكن ما بسمعش واحد مثلا يروح يعمل برتقان مثلا كفاكهة، شجر البرتقان شجر كبير وشجر مثمر وشجر أخضر وشجر بيدي قيمة وله فايدة. العمر القصير وتفاهة الجدوى، وضيف عليهم الهلاك السريع، ما بيعيش خلاص. خد بالك المصير، مصير الحشيش الأخضر والحشيش أو العشب الأخضر، مصيره أنه يدبل، أنه يجف، أنه يتقطع، أنه يتحرق. ده أحيانا يحرقوا شوية الأرض كده من الحشائش الضارة دي والأعشاب الخضرة اللي موجودة في الأرض ما لهاش قيمة عشان ينظفوا الأرض، وأحيانا لما تبقى يتحرق يوم يتحول للكربون، الكربون اللي هو المادة الأساسية، وهو يتخلط بالأرض وربما يبقى فيه قيمة له. الخلاصة، الحسد اللي هي لا تحسد عمال الإسم، الحسد يعدم الإنسان من خيرات الله نفسيا وجسديا. يعني لو حبيت أدور لك على تشبيه الإنسان الحسود أو الإنسان اللي عايش دايما في الغيرة أو الإنسان اللي عايش دايما في الغضب حتى لو كان داخليا، هو يشبه الصدأ. الحديد لما يصدي تلاقي الصدأ يأكل الحديد، شوي يأكل الحديد نفسه،
أهو الغيرة والحسد هي كده. حتى في مثل أظن مثل أجنبي يقول الغيرة وحش يأكل نفسه بنفسه. الغيرة وحش يأكل نفسه بنفسه. انتبه لنفسك، انتبه. وده كله عبارة عن دعوة لحياة البر. الحسد يعدم الإنسان من خيرات الله نفسيا وجسديا، يخليك ما تشوفش نعم الله الكثيرة. ويعني لازم يكون في وعيك ان الأشرار ما عندهمش أصل، ما فيش أصل، ما فيش جذور، ما عندهمش أساس، وما عندهمش ثبات. وأظن ما فيش يوم هتقول إن الحشيش الأخضر في الأرض عايزينه يكبر ويبقى عالي كده، مش ممكن، هيفضل في الأرض، ليس له قيمة. الخلاصة أن نجاح الأشرار خادع ولا يعيشون طويلا خالص. وأفكرك وأقول لك إن الأبرار زي ما قال عليهم المزمور الأول، وده مزمور رائع بيدخلنا برضو في دروس الحكمة الجميلة دهية، يقول لنا كده على الإنسان البار طوبى للرجل، ويقول يكون كالشجرة المغروسة، خد بالك من التعبير، المغروسة على مجاري المياه. شجرة، احنا كلنا عارفين الشجر، بس الشجرة دي مغروسة يعني لها جذور، والجذور دي تستمد الحياة والحيوية من المية وتمتد في الأرض وتاخد العناصر الغذائية اللي هي محتاجاها. يكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه. طب بتعمل ايه؟ ورقها لا ينتسر، وكل ما يصنع ينجح فيه على الإنسان. يكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه. الشجرة المغروسة دهيت وراها أخضر، مثمرة على طول، ثابتة، بتدي ظل، وبتدي أكسجين طبعا من ناحية النواحي الحيوية، بتدي أكسجين حلو. عشان كده يسموا مجموعة الحدائق اللي موجودة في أي مدينة يسميوها رئة المدينة، الرئة. ويدوروا البلد دي ساكن فيها ناس قد كده، وسكانها عدد النسمة قد كده، طب فيها مساحات خضراء قد إيه؟ لا دي قليلة، لازم نزودها، لأنها الأكسجين اللي بيديه النبات هو اللي بيتنفسه الإنسان، فمحتاجه. فالشجرة بتخدم الإنسان حتى وهي صامتة، بتخدم الإنسان بما تقدمه، تقدمه من منظر، من ثمار، من زهور، من ظلال بتقدمها. حتى الشجرة بتعتبر وقود لما بيقطعوها أو يقطعوا بعض فروعها، بتتحول إلى وقود وصورة من صور الفحم. الشكل الجميل ده هو يمثل الأبرار، الأبرار. وقلت لك إن الإنسان البار هو زي أرز لبنان المرتفع، وزي النخلة، الصديق كالنخلة يزهو لأنه يرتفع عالي وبيدينا ثمار مستمرة. شوف النخلة بتعيش كم سنة، وشوف النخلة جمالها إيه، وشوف النخلة ثمارها إيه وأنواع الثمار اللي بتقدمها. كل الحاجات ده هي نماذج، والله يضعها في طريقنا علشان يبين للإنسان الصورة بتاعت من هو الشرير ومن هو البار. الخلاصة يا إخوتي، ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ هو عايز يقول لنا الرسالة الجميلة دي. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله؟ أي واحد شرير ينجح ويجيب ويعمل ويربح العالم كله ويجي في الآخر يخسر نفسه، ماذا ينتفع؟ يوصل لإيه؟ يحقق إيه في حياته؟ هذا المزمور هو من أدب الحكمة، وأنا عايزك تقراه أكتر من مرة، وممكن تقراه على أجزاء، يعني مش شرط تقراه كله مرة واحدة، وإن كان من الأفضل تقرأ مرة واحدة كده في الأول، وبعد كده تاخد منه فقرات. إحنا هنركز في الأسابيع اللي جاية على البراجراف الأول أو الفقرة الأولى اللي هي لغاية عدد 11، ونستخلص منها دروس للحكمة،
نعتبر تأملنا في هذه الليلة هو بداية هذه الدروس، دروس في الحكمة أو دروس أولية في تعليم الحكمة بيقدمها لنا داود النبي من خلال المزمور 37. اقرأ المزمور أكثر من مرة وعلم عليه وتأمل فيه، اتأمل فيه كلماته، وبنعمة المسيح خلال الأسابيع الجاية نبتدي ناخد بعض الأجزاء فيه وناخدها كدرس، وأنا مسميها درس، دروس في الحكمة، أن الإنسان يطلع في النهاية بمجموعة من الدروس تعلمه حكمة الحياة اللي احنا عايشينها. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.